بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طلبة الفرقة الثانية لرحيم ثالث، تمام؟ خلاص انت دلوقتي ايه رسمي فهم نظمي، انتوا في سنة ثالثة إن شاء الله بإذن الله يعني. تمام. أولاً كده كيب كالم خالص، الدنيا جميلة وزي الفل إن شاء الله بإذن الله. خلصت 50%، لسه كنت داخل الكلية من أسبوع تقريباً، فجأة لقيتك رايح سنة ثالثة. وتخلص تالتة سنة سهلة جدا جدا جدا، تخلصها فجأة تلاقيك في رابعة أهو اتخرجت، اللي هيخش الجيش واللي مش عارف هيدور على شغله، الحياة الأيام بتعدي في ثانية كده. فربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب إن شاء الله بإذن الله، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إن شاء الله بإذن الله. الفيديو ده يا جماعة هنتكلم فيه عن المحتوى اللي هيكون عندكم إن شاء الله بإذن الله في فرقة تالتة. وزي ما قلت لك ان انا عندي ليك جود نيوز، ان فرقه ثالثه هي سنه سهله وبسيطه جدا، ومش عشان هي في سنه سهله وبسيطه جدا فحضرتك تستهتر وتقول بقى يا عم سهله وبسيطه فقشطه نريح بقى، هنريح ونطلب ديليفري. لا، مش هنعمل كده، تمام؟ سنه سهله تستغلها عشان خاطر التقدير التراكمي بتاع حضرتك، تستغل سنه ثالثه ان انت لو كنت نزلت في سنه ثانيه في التقدير بتاعك اطلع بالكيرف بتاعك تاني، اطلع تاني واطلع شيفت اب قوي، تمام؟ اطلع جامد قوي في التقدير. سنه تالته فرصه اوعى تضيعها من ايدك، واوعي تضيعها من ايدك، تمام؟ اوعى تضيع سنه دي من ايدك عشان خاطر فرصتك فيها كبيره جدا ان انت تجيب كمان امتياز في تالته. مش هقول لك جيد جدا، بس لو تجيب جيد جدا تجيب جيد جدا وتكسر ال 85% كمان، يعني تبقى خلاص على وشك انك طالع في الامتياز، تمام؟ فاوعى تفرط في الفرصه دي، اوعى تفرط في الفرصه دي. عارف ان في ناس تقديراتها ما عجبتهاش في سنه ثانيه، كانت متوقعه احسن من كده، ناس شاطره جدا جدا جدا. ف انت لن تحاسب على فرقه اولى فقط او ثانيه فقط او ثالثه فقط او رابعه فقط، انت هتحاسب على الايه؟ على الاربعه كلهم مره واحده، تمام؟ فانت احنا هنا مش شغالين بنظام القطعه، تمام؟ لا، احنا مش هنتحاسب، احنا هنشطب الشقه كلها على بعضها، والشقه كلها دي شامله الاربع فرق، تمام؟ فانت السنه دي بتكمل دي بتكمل دي بتكمل دي، فاللي جاب تقدير في اولى وما جابش في ثانيه، او جاب في ثانيه ما جابش في اولى، كل ده هيتجمع في الاخر، كل ده هنضرب في الخلاط في الاخر، مع كده يطلع لنا العصير بتاعنا. فانت حاول تخلي العصير بتاعك يطلع بشكل كويس جدا، حاول انك تسعى انك تطلع في الكليه بتقدير عام جيد جدا، حاولش انك تطلع بجيد، جيد حلو طبعا مش مشكله، بس ايه كل ما تطلع فوق كل ما يكون الموضوع افضل ليك بالنسبه لك. عشان فكره الجيد جدا دي بتفرق في جزئيه ان في بعض الوظائف الحكوميه زي الجمارك زي الضرائب بيكون فيها ان هم محتاجين المينيمم جيد جدا، جيد جدا فيما فوق، جيد جدا وامتياز، تمام. لكن بشكل عام يعني حاول انك ما تطلعش طبعا بمقبول في الكليه دي خالص، معلش انت راجل داخل الكليه او بنت داخل الكليه صارف ودافع دم قلبك في الكليه عشان خاطر تتحط في الاخر في الشهاده بتاعتك مقبول، يعني عيب عليك يا رجل، عيب عليك يا انثى، تمام؟ فانت حاول انك توصل للجزئيه دي، تمام؟ تمام جدا. تعال نشوف الدنيا بتاعتنا فيها ايه، تمام؟ صل على النبي من قلبك كده واذكر الله، وتعال نشوف دنيتنا فيها ايه. بس الاول تعالى نفتح القلم اللي احنا هنستخدمه في الكتابة، بسم الله، او ممكن ما تستخدموش اصلا كمان. المهم اول حاجة، انت كنت في كل سنة بتدرس فرع واحد من فروع المحاسبة، يعني انت في سنة اولى الترم الاولاني خدت ايه؟ الاكاونتنج برنسبلز، خدت مبادئ المحاسبة اللي هي الفاينانشال اكاونتنج، اللي هي المحاسبة المالية، اللي اسمها ايه؟ المحاسبة المالية. جميل جميل خالص. عرفت فيها المعادله المحسوبيه بتاعتك، عرفت فيها يعني ايه اسيتس، يعني ايه لايبيلتي، يعني اونرز ايكويتي، يعني ايه ديبت، يعني ايه كريدت، ازاي اعمل الترانزاكشنز. خلصت منها في الترم الاولاني في سنه اولى. الترم الثاني في سنه اولى درست البارتنرشيب، ان انا وانت او انا وانت كنا شركاء مع بعض في بيزنس، تمام. ده كان البارتنرشيب، ويعني ايه احنا اتنين مع بعض وانضم لنا شريك، في واحد اتكل على الله مشي فانسحب، عملنا له ويزدروالز، وفي بيحصل في الاخر ان احنا صفينا الشركه وبنعمل ليكويديشن. ده كان في الترم الثاني في سنه اولى. جيت دخلت سنه ثانيه السنه اللي فاتت،
الترم الاولاني كان عندك الكوربوريشن اكاونتنج، ان احنا بقى الاف من الملاك، شركه مساهمه زي فودافون، زي حديد عز، زي مش موبينيل، الكلام ده كله جميل جميل خالص. تمام، درست الاسهم الكومن والبريفيرد والبيدنج كابيتال والحاجات دي كلها والريتيند ايرننج والقصه دي كلها، توزيعات الارباح. تمام. الترم الثاني كان عندك نوع تقيل شويه من المحاسبه، هو الادفانسد اكاونتنج، واحده من اشهر المواد المحاسبيه في الوطن العربي عموما، يعني مش في مصر بس، في الوطن العربي عموما. تمام. كان عندك بقى الكومباينيشن، وازاي تعرف النسبه بتاعه الجودويل، وازاي تروح تشتري وتعرف سعر الشراء، وازاي توزع الفلوس بتاعه الجودويل، الكلام ده كله خلصنا منه. ازاي تعمل قوائم ماليه مجمعه للكونسوليديت فاينانشال ستيتمنت. تمام. اركن بقى ده كله على جنب، حط رجلك في سنه ثالثه، انت بتاخد فروع جديده في المحاسبه. ما هو المحاسب يا جماعه مش محاسب بس، المحاسب ده ممكن يشتغل محاسب تكاليف، محاسب مالي، حاسب اداري، حاسب مخازن، تمام، مراجع، كل دي مسميات للمحاسبه. تمام. فالمحاسب مش شغلانه واحده بس، ده فيها اكتر من جزء، فيها تفرعات كتير جدا، فيها برانشز كتير جدا. درست انت الهوم اوفيس والبرانش، احنا الهوم اوفيس بالنسبه لنا مين؟ ان احنا ايه، معانا تجاره، معانا محاسبه. تمام. بس البرانش ايه بقى؟ في محاسب، لو قلت لك كوست اكاونتنج، وفي عندك اوديتنج لسه هتدرسها، وخدت انت فاينانشال اكاونتنج، حديث مانجر الاكاونتنج، موال يعني، في تاكس برضه، محاسب ضرائب، فالكلام ده كله ايه، انواع كتير من المحاسبات يعني. فانت في سنه ثالثه ان شاء الله هتاخد فرع لذيذ جدا 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 من المحاسبه، عسل 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 حرفيا يعني، هو اسمه الكوست اكاونتنج. طبعا الترم الاول هتاخد كوست اكاونتنج 1، والترم الثاني كوست اكاونتنج 2، والاثنين زي بعض يعني، الدنيا سهله فيهم. هتفهم اساسياتك في الكوست اكاونتنج، هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه وزي العسل والله العظيم، من اجمل فروع المحاسبه اللي بتدرسها يعني. مش بقول لك كده عشان انا راجل دكتور، فانا اللي هو ايه، الدنيا سهله بالنسبه لي وبتاع والكلام ده كله، لا هي فعلا سهله، هي فعلا سهله، ما فيهاش اي مشكله خالص. فده اول نوع، هو الكوست اكاونتنج ده. طبعا الماده بتكون عملي 100%، مفيش فيها اي نظر يعني خالص، الامتحان ممكن يجيلك اي في كام سؤال نظري بس، الدنيا تبقى سهله برضه، مش صعبه ولا حاجه، لكن اوفر اول عملي بحت. طيب نيجي للنوع الثاني، هو الاوديتنج برينسيبلز، مبادئ المراجعه او اصول المراجعه. ايه بقى اصول المراجعه دي؟ شفت بقى، انا قلت لك بدات كلامي وقلت لك ان انت درست محاسبه كذا وكذا وكذا وكذا، وانت بتعمل التقارير الماليه بتاعتك اللي هي الفاينانشال ستيتمنت، القوائم الماليه، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن الانكم ستيتمنت، عباره عن الاونرز ايكويتي ستيتمنت، عباره عن البالانس شيت. الثلاثه دول ترجع تجمعهم كده على بعض، تعملهم في سنه ثانيه الترم الثاني، اللي هو الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنت، اللي هي القوائم الماليه المجمعه. عملت القائمه بتاعتك؟ اه، احنا كشركه عملنا القوائم بتاعتنا. طيب وبعدين بقى يا حوده اللي بيحصل؟ يجي بقى الراجل المراجع، يجي حد يراجع على الشغل بتاعنا احنا. والمراجع ده نوعين اثنين، يا اما يكون مراجع داخلي او مراجع خارجي. شركتنا احنا معينه راجل اوديتور، اوديتور، وفي فرق بين الاوديتور ومن الاكاونتنت، هتدرسها في اول حاجه في الماده ان شاء الله باذن الله. المراجع الداخلي ده بيراجع على الشغل بتاع المحاسب اللي اعد التقارير الماليه. فيبدا الراجل المراجع ده يستكشف الاخطاء ويراجع على التقارير الماليه، لو لقاها تمام قشطه، احنا زي الفل ماشيين زي الفل، لا في اخطاء نعدلها. ليه؟ عشان خاطر في اكسترنال اوديتور، في مراجع خارجي هيجي يعمل سكان على التقارير الماليه بتاعه الشركه ويدي رايه في التقارير دي، يقول هل في تحريفات جوهريه، هل في تلاعب في التقارير الماليه، هل في اخطاء، هل دينا تمام، دينا مش تمام. فاهم؟ فاكرين فيلم مرجان احمد مرجان؟ ما الراجل كان رايح يراجع على الشركه ودخل، وعادل امام دخل قام مديله الفلوس والكلام ده كله، هو ده كان الاوديتور بقى. تمام، بس احنا يعني مش عايزين نبقى اوديتور من النوعيه دي. تمام، يعني عفوا الله واياكم، ده حرام عموما يعني. تمام، جميل خالص. فهو ده المراجع بقى يا جماعه، انا لقطها لك اهوت حتى جت في بالي وانا بتكلم. تمام، تمام جدا. كان بيعمل ايه الراجل ده؟ كان بيراجع على الشغل بتاع الشركه. تمام، تمام جدا. الماده طبعا نظري 100%، نظري صرف، مفيش اي هزار يعني، صرف 100%، هي كلها نظري بس كلامها سهل وبسيط. وحضرتك شوف هتاخد كورس مع مين، سواء معايا او مع حد تاني،
تابع شرح الماده دي من الاول، تابع وافهم شرح الماده دي من الاول، خلي بالك كويس قوي 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 من الماده دي، تمام؟ لانك لو لا قدر الله سقطت فيها شويه، فانت هترجع في سنه رابعه ان شاء الله، لو حضرتك او حضرتك اتخصصت محاسبه هتكمل عليها، وهتاخد ساعتها الادفانسد اوديتنج، مراجعه متقدمه، هتبقى انت خدت اساسياتها في سنه ثالثه وفي رابعه بتكمل عليها، تمام؟ خلي بالك الاثنين هيكملوا بعض بعد كده، فانت لو اتاسست هنا بشكل كويس وانت في رابعه هتلاقيك مرتاح شويه وانت بتذاكر الماده او انت بتفهم الماده في التوقيت ده. جميل؟ جميل خالص. فشوف الماده من البدايه وما تركنش الماده عشان ما نجيش وقت الفاينل، بقول كده من دلوقتي، انك ترجع تقول ياه ايه ده؟ ده كنت راكنها ازاي دي؟ ده محتاجه 80 يوم عشان تتذاكر، فانت من الاول تمشي امورك فيها هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه جدا، تمام؟ تمام. واللي بيشرح لك الماده في الكليه كان اول مره السنه فاتت الدكتور نسرين تنزل الماده، هي ما شاء الله شرحها ممتاز، بس المشكله كانت بتدي كميات كبيره شويه، كان حوالي 8 شباتر في الاوديتنج، تمام؟ اصلا كانوا هم الطبيعي بيبقوا 6 او 5، يعني دكتور حاتم هو اللي ماسك الماده بقاله كذا سنه، من ايام ما انا كنت طالب في الجامعه ودكتور حاتم اللي ماسك الماده، لحد وكان بيجيب الامتحان مقالي، اغلبه مقالي، حوالي 4 اسئله مقالي و10 10 ايه دول مش 10، 10 هم 10 ايه تشوز، تمام؟ لكن دكتور نسرين جابت الامتحان كله ايه؟ ام سي كيو. فانت عندك لو دكتور حاتم فنظام الامتحان هيكون بالشكل ده، لو دكتور نسرين فالامتحان هيكون له ام سي كيو. لو دكتور حاتم هتلاقي 5 شباتر، لو دكتور نسرين هتلاقي 8 او 7 في الرينج ده كده، تمام؟ او 6، يعني 6 من 6 ل 8. تمام؟ تمام جدا. كانت هي حتى ساعتها شرحت شابترين 2 من رابعه نزلتهم لتالته. فاللي رايح سنه رابعه دلوقتي مثلا في شابترين 2 هو درسهم في ثالثه هيدرسهم في رابعه تاني، لانه متكررين بنسبه كبيره يعني، تمام؟ تمام جدا. فانت خلي بالك الماده دي كويس قوي، عارفين انتوا مكاتب البيك 10 وحازم حسن والكي بي ام جي والحاجات دي، دي مكاتب مراجعه من اكبر مكاتب المراجعه في مصر، في حاجه اسمها البيك 10 والبيك 4، الناس اللي بتبقى تطمح لحاجه زي كده وبتاخد شهادات مهنيه زي شهاده الايفرس انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد من المعهد البريطاني، شهاده اجنبيه بتاخدها هنا وتمتحن فيها، فدي بتاهلك انك تشتغل في مجال المراجعه. جميل جميل. مش عايز يعني اخش في تفاصيل في الموضوع ده، بس هي مرتبطه بالجزء بتاع الاوديت يعني، تمام؟ تمام. كده احنا اتكلمنا عن جزئين اتنين في المواد، ثالث ماده هي اكاونتنج ابلكيشنز باي كمبيوتر، يعني تطبيقات محاسبيه على الحاسب الالي. يعني ايه؟ حضرتك درست ازاي تعمل قوائم ماليه، زي ما قلت لك ايه انكم ستيتمنت، اونرز ايكويتي ستيتمنت، بالانس شيت، كل ده هتطبق ازاي تعمله على الاكسل، ازاي تشغل حاجات، تحط الحاجات دي على الاكسل. ماده تافهه جدا جدا جدا، سهله قوي. درست يعني طرق الاهلاك الديبريشيشن، عندك برضو التحليل المالي اللي هو الفاينانشال اناليسيس اللي هو الهوريزونتال والفيرتيكال والريشو اناليسيس، تمام؟ عندك برضو موضوع ايه كاش فلو، فاضل ايه تاني؟ موضوعات بسيطه يعني مش كتير، حاجات انت اصلا اوريدي درستها بالفعل قبل كده، بس كل اللي عليك انك هتتعلم ازاي تطبقها على الاكسل. طب هتجي لها ازاي في الامتحان يا محمود؟ بيجي لك شيت اكسل في الامتحان وبتبدا بقى تحدد خلايا وكلام من ده، عبيطه قوي، سهله جدا جدا يعني، ما تحملوش همها يعني ان شاء الله باذن الله. فانت في الثلاث مواد المحاسبيه محتاج تبذل مجهود اكبر في الماده النظر اللي هي الاوديتنج من البدايه، لكن الكوست هتلاقي كلام سهل وبسيط وماده تتلم بالسهوله، والاكسل نفس الكلام، لكن الاوديت محتاجه ان حضرتك من دلوقتي لما تخش ان شاء الله يعني بدايه الدراسه تتابع فيها اول باول، تمام؟ وسواء بتاكد تاني بتاخد كورس معايا انا كمحمود او دكتور محمود او مستر محمود او مع اي حد تاني، كل الاحترام لكل الناس اللي بتقدم المحتوى، فحضرتك تابع الشرح من البدايه مقتنع كده. ولو دكتور نسرين اللي بتشرح الماده في الكليه، فانت لو حضرت المحاضرات بتاعتها فهي هتفيدك جدا جدا جدا، لان ما شاء الله هي من الناس المحترمه اللي بتشرح في الجامعه بشكل كويس جدا، تمام؟ كلمه حق تقال يعني. دول 3 مواد محاسبيه صرف، اركن بقى على جنب وتعالى لي للاقتصاد. هتدرس فرع حلو قوي 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 من الاقتصاد اسمه الانترناشونال تريد، التجاره الدوليه. التجاره الدوليه. دي بتتكلم فيها عن نظريات التجاره، وبتتكلم عن التجاره بقى من قديم الازل، وان التجاره بدات في الاول بسبائك من الذهب والفضه، وان انا وانت عشان نتعامل مع بعض كتجاريين انا اديك سلعه، انا اديك سلعه وانت تديني سلعه، يعني مثلا ايه؟
ده الموبايل بتاعي، انا هدي لك موبايل وانت هتديني ساعه، فحصل تبادل تجاري تمام. فلازم انا وانت احنا الاثنين نستنفع من الخدمه دي. الكلام ده مقسم الى 4 نظريات على ما اتذكر، يعني نظريه الميرشانتليزم، نظريه المذهب التجاري، وادم سميث، وجوتفريد هابرلر، وكان في نظريه الاوبورتونيتي كوست اعتقد تقريبا، متذكر قوي الكلام ده يعني. في واحد تاني او ديفيد ريكاردو افتكرته اهوت، ديفيد ريكاردو وادم سميث وجوتفريد هابرلر، ادي 3. والنظريه الاولى اصلا هي نظريه ايه؟ الميرشانتليزم، اللي هي نظريه المذهب التجاري. تمام. وفيها موضوعات بقى تتكلم فيها، احنا بنتكلم على تجاره دوليه، تجاره دوليه بنتكلم على مين؟ على نظام الجمارك. تمام؟ فهتتكلم على الجانب، بتتكلم في تجاره دوليه، بنتكلم على مصر مثلا بتتعامل مع امريكا، فدي عملتها الدولار ودي عملتها الجنيه، فازاي هيحصل تبادل تجاري بين الدولتين؟ فهنتكلم عن موضوع اسمه الفورين اكسشينج ريت. تمام؟ تبادل العملات، دي جزئيه تانيه. فيها برضه موضوعات بتتكلم عن ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كان في حاجه في دماغي دلوقتي وقعت مني. اتكلمنا عن الجمارك والضرايب اعتقد تقريبا هندرسها برضو فيها. كان في حاجه كمان والله بس سقطت مني يعني نسيت. سوري، البالانس اوف بيمنت، ميزان المدفوعات. ان احنا كدوله، احنا كبلد مصريه بنشوف صادراتنا وارداتنا اللي هو جانب الديبت وجانب الكريدت، البالانس اوف بيمنت ده اسمه ميزان المدفوعات، ديبت وكريدت. البلد بتاعتنا اي مصروفات ليها بتتحط في جانب مين؟ الديبت، لانه اكسبنس، واي حاجه بتتحط في الكريدت ديت ايه؟ ريفينيو. وفي الاخر البلد بتشوف مين الاكبر، هل الديبت ولا الكريدت؟ لو الكريدت اكبر فمعنى الكلام ان الايرادات اكبر من المصروفات، فهنا الموازنه فيها بروفيت، مفيش عجز في الموازنه، ده في فائض في الموازنه. ده الكلام اللي بتشوفه في التلفزيون بقى دلوقتي، يقول لك ايه ده احنا عندنا عجز في الموازنه. ايه الموازنه دي؟ ده جاي من كلمة ميزان المدفوعات، اللي هو مين جاي من انترناشونال تريد دي. فده اللي انت هتدرسه ان شاء الله بإذن الله في المادة دي. وبالمناسبة انا شارح فيها جزء كبير جدا من ايام ما كنت طالب في الجامعة على يوتيوب، فانتوا يعني تقريبا هي 6 شباتر، انا شارح منهم تقريبا حوالي 4 على اليوتيوب يعني. عندك مادة بابليك ادمنستريشن، بابليك ادمنستريشن او البي اي، دي مادة إدارة صرف زي الاو بي كده بالظبط، بس اسهل من الاو بي، يعني الاو بي رخمه شويه، البابليك ادمنستريشن او فيها تقريبا نفس الموضوعات، يعني في موضوعات تقريبا متشابكه او قريبه من بعضها. فدي ماده نظري مش هقول لك فيها حاجه، يعني حفظ 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 وخلاص. كان بيجي حتى مقالي اساسا تقريبا، مش فاكر اذا كان جاي ام سي كيو ولا مقالي، بس اعتقد كان مقالي يعني، اعتقد مش متاكد من المعلومه دي بصراحه يا جماعه عشان من ايه لا اجزم بيه. عندك بقى ماده كمان هي الاستاتستيكال اناليسيس، التحليل الاحصائي، ودي مادة رياضة احصاء، بس احصاء بقى هتدرسوها مع دكتور ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يديله الصحة ويبارك في عمره يا رب، دكتور محمود اللحلح، واحد من اجمل ويعني والطف واعظم الدكاترة اللي انا شفتهم واتعاملت معاهم في حياتي، ربنا يبارك في عمره يا رب، يعني من الناس المحترمة جدا جدا جدا. اولا المادة مشروحة بالكامل على يوتيوب من وانا طالب في الجامعة. تمام؟ اي نعم هتلاقوا فيها شوية هزار وضحك وتهريج، ساعتها كنا بنهزر برضه نشرح للدفعة بتاعتنا وخلاص، بس الموضوع كبر مره واحده. تمام. فالماده دي اولا مشروحه بالكامل على اليوتيوب. طيب وبعدين يا محمود، فانت مش محتاج تاخد فيها كورس، ده اولا يعني. تاني حاجه الدكتور مثبت السؤال اللي هتساله لي دلوقتي ايه ده يعني، والمنهج من ساعتها، من ساعه ما كنت انت طالب في الجامعه حلو، انت شطور لسه لحد النهارده ما اتغيرش؟ الدكتور اصلا لسه ما اتغيرش لحد النهارده، والماده زي ما هي بالكربون ما اتغيرتش، مش اي فيش محاضره واحده اتغيرت، الامثله بتتحط من ساعتها لحد النهارده بنفس كل حاجه، وانا متابع كل سنه الاحداث فيها، وكل سنه الطلبه بتخش تذاكر من على اليوتيوب في الماده دي. تمام. الامتحان بقى كمان كل سنه نفس الامتحان، يعني من ايام ما انا كنت في الجامعه وقبل ما كنت اوصل سنه ثالثه اصلا، الامتحانات ثابته ما بتتغيرش يا جماعه خالص. تمام؟ اللي ممكن يحصل في الامتحان الدكتور يبدل ترتيب الاسئله بس ليس الا. امتحان طبعا مقالي، مش ام سي كيو، امتحان بيكون مقالي، فانت هتبقى داخل الامتحان عارف اصلا المسائل اللي جايه في الفاينل هتكون عباره عن ايه. تمام؟ والاحصاء اللي هتاخدها ترمي اولي وترمي تاني بالمناسبه، يعني مع نفس الدكتور ان شاء الله باذن الله، ربنا يبارك في عمره. جميل جميل خالص. فالموضوع هيكون سهل جدا وبسيط. حضرتك بمنتهى البساطه لازم تكون مركز وعامل حسابك على حاجه مهمه جدا، خلينا افتح لك وايت بورد عشان الفت انتباهك لجزئيه مهمه. حضرتك عندك في الكلية 1000 درجة،
مجموع الاربع فرق بالكامل. انت مثلا جبت، انا كنت راجل كنت جايب في سنه اولى 78، احنا على ايامنا كانت الدنيا صعبه شويه برضه، الدنيا اتيسرت شويه عشان ايه جزء الام سي كيو ده بهدل الدنيا واللي كله بقى يجيب زي بعض يعني. وجيت انا في سنه تانيه جبت 82 ونص، تمام. انا في ثالثه فعلا جبت 89 وايه و8 من 10، وفي رابعه جبت 92 ونص، ففي الاخر انا جمعت 85 و7 من 10 اعتقد، او 6 من 10 مش فاكر يعني. طيب دلوقتي انت كطالب لو هتحط نفسك مكاني، فانت ايه اللي حصل دلوقتي؟ انت معاك النسبتين دول، حط من دلوقتي هدف عشان ما تجيش في رابعه تقول ايه ده انا محتاج اجيب كام عشان اخش في جيد جدا، محتاج اجيب كام عشان اخش جيد، محتاج اجيب كام عشان اخش امتياز. فانت من دلوقتي اعمل معدتك دي. تعملها ازاي؟ هتكتب النسب بتاعتك دي اللي هي 78 و82 ونص زائد 2 اكس. 2 اكس. طيب انت هدفك يكون ايه؟ انت عايز تخش في الجيد جدا ولا عايز تخش في الامتياز؟ طبعا يا جماعه عايز اقول لك ان انت في الاخر يعني دي 7 من 10. دي كام 7 من 10؟ عشان اوصل ل 86% محتاج كام درجه؟ محتاج 3 درجات. في المجموع النهائي ال 10 درجات ب 1%. بعد ما تخلص الاربع سنين بتوعك ال 10 درجات 10 ب 1%. صح ولا غلط؟ صح، ما هم 1000 درجه فال 10 درجات ب 1%. تمام. فانت حط نفسك في الزون بتاعت الجيد جدا، في الزون بتاعت الجيد جدا، او الناس اللي بتطمح للامتياز تحط نفسها في الزون بتاع الامتياز. فانت هتحط هنا كام؟ ما تيجي تحط المجهول بتاعك، انت هنا قلت لك 78 زائد 82 ونص زائد 2 اكس. 2 اكس ليه يا محمود بقى؟ دول اللي انت محتاج تجيبه في ثالثه ورابعه مع بعض، في ثالثه ورابعه مع بعض على 1000 يساوي. ما تقولش بقى 80، ما تخليش على الجاي جدا بالظبط. ليه؟ لانك ممكن تجلي في درجه او درجتين تنزل تحت، فانت مش هتخش جيد جدا، اطلع فوق افضل. فانت ما تحطش 80، حط كام مثلا؟ حط 82 او حط 81. لما تقول 81 فانت بتتكلم انك في 10 درجات، فاهم؟ 10 درجات دول كتير، ما يجلوش منك يعني، يجي تجلي في 2 3 ماشي، انا بتجلي في 10 درجات كتير قوي. فاحنا نقول ايه؟ قول يا عم 82، نطلع فوق كده 20 درجه فوق الجيد جدا. دخلت في جيد جدا ب 20 درجه، يعني انت قاعد ومربع في جيد جدا. تمام. واضرب بقى طرفين في وسطين، في وسطين هيبقى 1000 و82، وسويها بالناحيه الثانيه هيطلع لك قيمه الاكس في الاخر بقد ايه؟ الاكس الواحده هتطلع بكام؟ طبعا الاكس الواحده هتطلع دي هتطلع مثلا ايه؟ قول مثلا نقول 180. ايه 180 دي؟ هو انا هجيب 180% ازاي يعني في سنه، في سنه ثانيه يا محمود؟ انت مجنون ولا ايه؟ في سنة تالتة ولا ايه؟ لا، ما انا ال 180 دي بقى اللي هتطلع هي عبارة عن اللي انت هتجيبه في السنتين اللي هو تالتة ورابعة كمان مع بعض. فانت محتاج مثلا سي مثلا تجيب 90 هنا و90 الناحية. طبعا دي ارقام ايه عشوائية، فانت هتحسبها بنفسك يعني. فانت شوف انت جبت كام في اولى وتانية، وحط مجهول واقسم على 1000 واضرب في النسبة اللي انت عايز توصل لها، سواء كانت جيد جدا او امتياز او جيد على حسب ظروفك ايه. تمام. وحط هدفك من دلوقتي عشان خاطر هتيجي تتخرج هتلاقي ناس، واقول الكلام ده من دلوقتي اهو، هتلاقي ناس واقفين على الجيد على واحد، على درجه، على درجتين. ناس واقفه على الجيد جدا على درجه او على درجتين، تلاقي الدنيا معقده جدا في الاخر. خلي بالكم يا جماعه من الموضوع ده، وايه وان شاء الله خير باذن الله. انا طبعا هكون معاكم في الكورس في الثلاث مواد، بوست اكاونتنج اوديتنج والاكسل، الثلاث مواد دول خاصين بيا، وفي ماده انا اشرحها على اليوتيوب فور فري هي الاحصاء. فسواء حضرتك كنت هتكون معايا او مع اي حد تاني، فاللي هيشرفني برضو ان شاء الله محين وقتها باذن الله. الكورس هيكون متوفر بطريقتين، اتنين، اونلاين اوفلاين. الاونلاين هيكون فيديوز بتنزل على الجروب الخاص بيها، والاوفلاين هيكون في المكان المخصص له ومدعم بالفيديوهات، وسواء كان اونلاين او كان اوفلاين فالاتنين هيكونوا بنفس التكلفه. الاوفلاين عشان خاطر الطالب اللي بيدفع فلوس مواصلاته ومجهد والكلام ده كله، بيبذل مجهود اكتر من بتاع الاونلاين يعني، فاحنا بنديله الباكج بتاع الفيديوز بالكامل، بتاع المنهج بالكامل، مش عينات، لا، شرح الماده بالكامل، كامل كله على يوتيوب، او مش على يوتيوب بقى، على الجروب المخصص له لنفس الطالب اللي بياخد الاونلاين. الاونلاين نفس السعر بتاع الاوفلاين، لان الاونلاين قاعد مرتاح ورايق والدنيا زي الفل بالنسبه له يعني، مش اي مشكله. اخيرا الجروب بتاعنا على الفيسبوك اهو، تمام، فانت ممكن تعمل انضمام للجروب. عندنا القناه بتاعتنا طبعا على اليوتيوب، نركن بس لأي فوزي حبيبي على اليوتيوب.
قشطه، مفيش حاجه ممكن اقولها لك تاني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه، وشغل زر جرس الجديد. صلى على النبي، قلبك واذكر الله، نحب قلبي، سلام.